واش الاخوان، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم اخوتي الفلوق ديال الشوايه، يلا ليتس جو. كما كتشوفوا اخوتي هما فخرات شاعلين ناضين شاعلين، هما هادوك كنديروا لهم الطريقه بحال هكا غير بشويه. بحال هكا كنحيدو هادي اللي درنا فيها الفخر وكنجيبو هادي كنديرو فيها الحوت ان شاء الله. السرديب غنجيو باش غنشو ان شاء الله على الفخرات تيشعلو مزيان. دابا اخوتي غنخرجهم شويه للبرد، يضرب فيهم البرد باش يشعلوا مزيان، وحنا معاكم ان شاء الله، احبكم في الله. وكما كتشوفوا اخوتي احنا جبنا المجمر او شعل، بقى لينا دابا ان شاء الله غنقادو هذا الشيء ان شاء الله، غنقادو الشوايه ديالنا وخليكم معنا الخوت. شوف اخوتي هذه الشوايه ها هي كتوجد ان شاء الله. طيب باش ناكلوها ان شاء الله. والمهم اخوتي بيس ليكم كاملين بحال راكم كليتوها، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبغيت هذا الفيديو هذا لايك 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 والاشتراك. المهم الشوايه ها هي كطيب ان شاء الله، حنا كنتستناو معاها حتى كطيب، ودقه دقه حتى كطيب الشوايه ديال الحوت. يا سلام، يلا الخوت خليكم معنا ما تهربوش ما تمشيوش، شاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، وشي لايك والاشتراك في القناه. وتحياتي لكم اخوتي كاملين. شويه هي كتوجد لقد أحرقتني يا جورج. هيا قريبة قريبة الخوت قريبة الطيب. رأيي كطيب الخوت، رأيي شفتوه رأيي كطيب، راكي خرج من الدخان راك طيب الخوت. المهم الخوت خليكم معنا باش تشوفوا الشوايه ديال الحوت حتى الاخر. بابا بابا عييت سخفت بالسلطان، عييت 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 سخفت وقتها شي طيب. علينا اخوتي علينا طيب علينا، بقى لها شوي باقي واحد شوية الخوت الخوت واحد شوي باقي واحد شوي باقي شوي. طيبي وأخيرا الخوت طابت الخوت، وأخيرا وأخيرا طابت لينا الشوية. مبروك علينا وألف مبروك طابت لينا الشوية. يلا الخوت دابا هرا برا. كما كتشوفوا الاخوان هاي الشوايه، واخا حرقنا واحد الحوته ماشي مشكل. كما كتشوفوا ها هي الشوايه موجوده، ها الفخرات اللي طابوا عليهم السمكات. طبعا المشكله الخوت غادي نديروا واحد القضيه باش ما يبقاش لاصق لينا هذاك سميتو
ونحطوا التبصيل هذا بحال هكا على هاد السمكات، على هاد السمكات بحال هكا بحال هكا الاخوان، ان شاء الله تصدق لينا العمليه. كما كتشوفوا الاخوان ها هما الحوتات، ها هما السريديلات، ها هما طابو. دابا ليتس جو الى كرشي. يلا كما كتشوفوا الاخوان هادو هما السريديلات، هما طابو. وتحياتي لكم جميعا الاخوان الاعزاء الكرام. صراحه هادشي كيشهي اخوتي، والله الا كيشهي، انا ما نكذبش عليكم. شي في شكل. وكما كتشوفوا اخوتي احنا شوينا، درنا الشوايه وشوينا هاد الحوتات. المهم الاخوان كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هذا. المهم هادو هما الحوت مشوي، السردين المشوي الفوائد ديالو زوينه بزاف. السردين المشوي هو احسن من السردين اللي تقلى في الزيت، لما كيكون عنده واحد سميتو، كيكون عنده واحد الفائده كبيره. ما بقاش انا كنهضر، انتم كتشوفوا في الصلعه، الله يجازيكم بخير، انا كنهضر معكم زعما. المهم الاخوان السردين هو مفيد جدا مشوي، مفيد، كيكون باقي فيه الفيتامينات، والسردين كيكون جديد، شي حاجه اللي تكون جديده راه مفيد جدا. خاصك، انا زربت عليه دغيا، يعني هو عنده بزاف ديال سميتو. المهم الطريقه اللي درت هي الطريقه مزيانه باش شويت الحوت، فكرت مع راسي قلت نشرح معكم، حيت انا اصلا ديما كنشوي، كندير الشوايه ديال الحوت دائما، عزيزه عليا بزاف. المهم الاخوان كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وتحياتي لكم جميعا، حاولوا الخوت زيدوا بنا شوية باش نزعموا نديروا فلوقات اخرين ان شاء الله. بيس لكم الخوت، تبعوا معنا الفيديو. انا غنبدا دابا نشرشم ونبدا ناكل.
كما كتشوفوا اخوتي احنا كلينا الحمد لله والشكر لله. تحياتي لكم جميعا. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم واخا انا اللي شبعت على رقدها. بيس ليكم الخوت. صافي الخوت ما قدرش باغي نسجل شي حاجه. السلام عليكم.